صباح الخير مرة تانية على كل بيتابعونا. النهاردة في نهارك سعيد، وفي بداية الحلقة اتكلمنا على مبادرات كتيرة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة اللي هدفها الأساسي هو الحفاظ على التراث المصري وعلى الثقافة المصرية وعلى الهوية المصرية. شفنا مبادرات كتير بتعمل على الحفاظ على الأزياء المصرية، الأعمال اليدوية، الصناعات. فكرة أنك تحافظ على ثقافتك دي بقت فكرة مهمة جدا ومنتشرة، وغالبا اللي بيصر عليها واللي بيبتكر مبادرات دي هم الشباب. النهاردة كمان معانا مجموعة من الشباب بأسسوا مبادرة، هي مبادرة فولك مصر، وموجودين معانا في الاستوديو هيكلمونا على الهدف من المبادرة بالتفصيل. معانا جيرمين جورج، صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معايا. كمان منار حسن ونانسي عبد العظيم، صباح الخير عليكي. أهلا بحضرتك. خلينا نبتدي الناس بس الأول نعرفها فولك مصر هي إيه؟ فولك مصر هي مبادرة مصرية بتتكلم عن التراث والفولكلور. هدفنا ان احنا نوثق التراث ونعمل احياء للتراث. عايزين نوصل للفئة المستهدفة الشباب والجيل الجديد بالذات، لان هو مش عارف كتير عن تراثه، وبالتالي ممكن الهوية بتاعتنا تضيع. فاحنا بنحاول ان احنا نتواصل مع الشباب من خلال ان احنا نعمل ايفنتات و عاملين واكيد مشغولات او مشغولات يدويه ومصريه. نانسي، احنا بنتكلم في الثقافه المصريه عموما مليانه تفاصيل واتطورت بشكل كبير جدا وعصور كتيره جدا، فايه انواع الانشطه او ايه انواع المشغولات اللي انتم بتقدموها؟ هي فكره فولك مصر اصلا زي ما منار قالت بتتكلم عن احياء التراث الشعبي. اهم حاجه احنا بنتكلم فيها دلوقتي او بنعرضها الحكي الشعبي، ان احنا من خلال الحكايات بنحاول نوصل للناس تراثنا ده الشعبي. كان فيه حاجات كتير قوي زي العادات والتقاليد، الحرف والمهن اللي فيه كتير منها اختفت. بنحاول نوصل لهم بشكل ملموس شويه وبنعرض لهم بشكل برضو يجذبهم. فابتكرنا فكره صندوق الدنيا والبيانولا ومهنة ضرب الودع، بس طبعا غيرنا فيها شوية عشان تجذب الناس ان هي تعرف طيب الحاجات دي كانت موجودة زمان، ما هشوهاش ما شافوهاش. من خلالها بنبتدي بقى نعرض حاجات يعني متخصصة شوية من جوه، حاجة عن الازياء. ازياء في ناس كتير قوي بتعرف ان الازياء في مصر هي البرقع زمان والملاية، بس يا جماعة لا، ده في محافظات كتير كل محافظة ليها زي تقليدي معين. ومن خلال في الحاجات اللي خلاص بقت منتشرة الشكل النمطي ده الموجود في كل الدراما المصرية بالظبط، لكن في محافظة كل محافظة تقريبا ليها زي تقليدي معين بيها، في مصريين كتير ما يعرفوش. حاولنا نعمل منتجات تبقى ملموسه في ايد الناس تتعامل بيها ويبقى فيها معلومات صغيره. ابتكرنا نوت تراثيه هي دعايه لمصر كمان، لان هي فيها جزء باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه. احنا هنعرضهم كلهم دلوقتي. المبادره كانت فكره مين؟ هي كانت فكرتي انا ومنور في الاول، لان قسمنا او تخصصنا كان تراث وتاريخ، وبعدين جرمين فنون، ومعانا برضو في المبادره احمد فنون، احمد رميح ونورهان عادل بتشتغل شغل يدوي. فجمعنا بعض لانها اصحاب اصلا في الحقيقه يعني، فجمعنا بعض وقلنا نعمل فكره ان احنا نحيي بيها التراث ونحاول نعرف الناس شويه عن تاريخها وحضارتها. اكيد. جرمين، انتوا عددكم قد ايه تقريبا؟ احنا خمسه في المبادره. خمسه وخمسه هما كمان اللي بيشتغلوا الحاجات دي، مش ما فيش حد تاني بيساندكم او بتصنعوا عند حد؟ لا صح؟ حتى حد من عندنا علوم يعني مش فنون، ملوش علاقة خالص بالفنون، وبيشتغل حاجات يدوية كمان. كلكم اتعلمتوها ولا اصلا كان عندكم خبرة؟ لا، عندنا خبرة من الكلية وفي حد اتعلمه، يعني الكروشيه دي لسه متعلمة بس عملت حاجات ابداعات حلوة جدا. طب عرفيني بقى على الحاجات اللي انتوا بتشتغلوا، احنا عارضين حاجات كتير قوي النهاردة عندنا. يعني دي حاجات بالكروشيه، دي نورهان عادل علوم بس هي مش موجودة معانا النهاردة، والانسيالات دي. دي حاجات فولك، حاجات تراثيه عاملاها نانسي ومنور. ما بنتكلم على نوت بوكس عليها صور من صور من التراث. ممكن نمسكها شويه. مش صوره، هي الفكره ان هي بتبقى المعلومه مثلا ان ده برقع سيناوي، فبالانجلش فيل والناحيه الثانيه برقع سيناوي، ده بالعربي. بتفتحي المفروض النوت كده، بتبقى اول صفحه مكتوب فيها المعلومه باللغه العربيه. ايوه. وبعدين بتبقى نوت عاديه الناس تستخدمها عادي بشكل عادي جدا. معلومه عن الصوره اللي موجوده بره البرقعه مثلا الزينه. بنفس الفكره برده الناحيه الثانيه عشان تبقى دعايه، لو في اجانب ان شاء الله تبقى مثلا باللغه الانجليزيه. ففي ناس كتير جات لها الفكره دي لان كان في اصحابنا بيسافروا بره، كل ما بيجي ياخدوا مثلا سوفينير معاهم لبره بيبقى كلها فرعوني. طبعا حضاره فرعونيه مهمه جدا ودي بتمثل مصر، بس في حضارات ثانيه مرت على مصر. فلما حتى بيجيبوا حاجه تراثيه ياخدوها معاهم بتبقى مجرد صوره اكسسوارز لكن ما لهاش اي معلومه. فحاولنا نعمل كده ان احنا نعرف الناس بره وجوه برضو بمصر بتراثنا. نتكلم على نوت بوكس وعلى اعمال بالكروشيه وايه تاني؟ انا عندي تي شيرت جنبي هنا.
حاولنا برضو نغير فكرة الناس ان هي دايما بتلبس، ممكن نلاقي الكلام بلغة تانية بلغات مختلفة او صور اجنبية. طب يا جماعة احنا عندنا وجوه مصرية حلوة جدا وعندنا حاجات قديمة وحاجات مش منتشرة يعني في هنا يعني مثلا ممثلين زمان كانوا بيلبسوا مارين فخر الدين افلام مثلا دي بشكل بدوي دي فبنحاول نقول لهم يعني يا جماعه نرجع نلبس الحاجات ديت على يعني انتوا هنا بقى الموضوع على فني اكتر شويه فني وتراث يعني ده برضو من يعني تراثنا الفني الحاجات القديمه الافلام القديمه تعتبر تراث فني طبعا. ايه تاني الاعمال؟ شايفه حاجات بالازاز ده ازاز اللي هو اليدوي النفخ طريقه النفخ ده موجود برضو كان موجود زمان وموجوده الحرفه دي دلوقتي بس للاسف مش منتشره كتير. بدانا ناخدها ونحط عليها موتيفات من التراث الكف اللي هو بيمثل طبعا حاجه تراثيه جدا هو الناس بتستخدمه كوقايه من الحسد زي ما تسمعي خمسه وخمسه طبعا او جيرمين عامله الحلي ده برضو بموتيفات من التراث كصور قديمه برضو وفي بوك مارك دي كانت فكرته ان احنا برضو تثقيفيه وفي نفس الوقت شكل فاني شويه ان احنا عملنا صوره مثلا زي البلاص صوره البلاص دي ومثلا عليها اغنيه بتاعتي حلوه يا شايله البلاص دي اغنيه من التراث والناحيه الثانيه فيها معلومه عن البلاص ده يعني كان استخداماته ايه او هو ايه اصلا لان في طبعا اجيال زي ما انت عارفه جديده ما تعرفش حاجه عن الحاجات دي خالص. انتوا عايزين تعرضوا كل حاجه بمعلومه واضح انه مش مجرد فكره انه بنشتغل حاجات او بنبيع حاجات يدويه فعشان تقدروا تعملوا ده اعتقد تاخدوا وقت يعني الموضوع مش تجميع داتا والسهوله دي بنبتدي بقى ندور طبعا في تراثنا القديم ونبتدي بقى نجمع داتا عن كل حاجه عشان تبقى صح يعني المعلومه واصله صح للاجيال الجديده ويعني على قد ما بنقدر بقى بنتواصل معاهم يعني من خلال المنتجات ومن خلال بتعرضوا المنتجات فين؟ هو بقى ما بيبقى في ايفنتس بنعرض المنتجات يعني معين لكن ما فيش مكان دلوقتي محدد بنعرض فيه. اوكي منار انت مسؤوله عن صندوق الدنيا الحكي بتعملوا ايه؟ في صندوق الدنيا احنا مع يعني ابتدينا نعمل المبادره فعايزين نوصل للناس بطريقه تكون سهله وبسيطه فابتدينا ندور في موضوعات التراث القديمه الحاجة تكون غريبة شوية بالنسبة للجيل الجديد فيبتدي يسأل ايه دي يعني ايه فابتدينا ناخد من التراث المصري بتاعنا صندوق الدنيا بنبتدي من خلاله بقى يعني ناحية التراث من خلال الموضوعات اللي بنعرضها فيه بعرض مثلا أفلام عن الأزياء في كل محافظة وبنحاول نقول إن كل محافظة ليها زي معين باسم معين بنحاول المهن الشعبية القديمة زي السقة المشعلجي الحاجات اللي هم ما سمعوش عنها قبل كده بنجيب لهم صور بتعرضوها في فيديوهات في مصورة في من خلال صندوق الدنيا احنا صممنا صندوق كده خشب على قد ما قدرنا يعني ان هو يبقى يواكب العصر يعني وبنفس الاسلوب بتاع زمان هم بيدخلوا تحت الستاره وبيبتدوا يتفرجوا ويعيشوا الجو ده على قد ما نقدر يعني بشرح لهم طبعا تكنيك الصندوق القديم كان عباره عن ايه وبيشتغل ازاي وبيبتدي بقى اقول لهم يتفرجوا على الافلام اللي هي التسجيليه عن التراث. جيرمين بقى ضرب الودع ده اصلا ممكن دلوقتي يعني يكون فكره الناس عنه مختلفه شويه فكره السحر والشعوذه وخلافه ضرب الودع زمان كان ليه اسلوب معين ليه ستايل تاني هم الناس طبعا كلها بتتطلع ان هي تعرف ايه المستقبل ايه فكان فكره قراءه الودع ان انا عايزه اعرفهم مهنه زمان كانت موجوده واللي كان بيمتهنها الغجر كنت عايزه اعرفهم على اللبس اللي كانوا بيلبسوه زمان الغجر زي الحلق المخرطه والكردان اللي هو الهلالات كنت عايزه اعرفهم على الجلابيه شكل الجلابيه بتاعت اللي قراءة الوضع كانت عاملة ازاي احنا بس عملناها في صورة يعني ان انا عايزة اعرفه على التراث الامثال ان هما كانوا بيختاروا رقم معين من القواقع كنا بنرمي القواقع خليه يوشوش الوضع زي ما هي كانت بتعمل زمان قراءة الوضع وبعدين بيبتدي ان هو يختار رقم من القواقع بيبقى فيه امثال شعبيه ملفوفه كده بيختار هو منها كده من غير ما بيشوفها فبتطلع له بقى في صوره حكم شعبيه حكم او امثال شعبيه. دايما كانت قراءه الودع يعني او المسؤول عن ضرب الودع دي بيبقى لها كلام اكنه شعر ابيا زين او بالظبط تعرف كده تتكلم بشكل لطيف ومش سهل تحس ان عندها وعي اكتر او عندها خبره عايزه تنقلها لقدام كمان انت بتقدري تعملي ده؟ بقدر ان انا اعمل كده بس انا الفكره ان هو كل اللي جاي فاكر ان انا فعلا هقرا له مستقبل او هقرا له الطالع هي زمان كانت بترمي الوضع بشكل معين كده هي بتبقى عارفه الاشكال دي عباره عن اشكال هندسيه بتبقى حاطه في دماغها ان الشكل ده معناه ان هو مثلا هيقابل سكه سفر هيقابل حد بعد مثلا نقطه نقطتين بس يعني هما لما جم طبعا حتى الاطفال الصغيرين كانوا مبسوطين من فكره ارمي بياضك
فبقوا هم ياخدوا الحاجات كوينز كده احنا جايبينهم، يرمي بياضه ويبدا ان هو يوشوش الوضع بتاعته، يبدا ان هو يعني يختار المثل بتاعه، بيبقى مبسوط جدا من المثل طلع عليه. في حاجات بتطلع حقيقيه يعني، حاجات هو بيبقى مرت عليه في حياته في الوقت ده وبيجي المثل على تجربه ما، فبتبقى بيلاقيها لحد ما قدامه. ايه بقى البيانولا بتعملي ايه في البيانولا؟ البيانولا انا اللي عامله البيانولا. البيانولا دي كانت عباره عن صندوق خشبي كان زمان بيلف بيه الراجل بتاع البيانولا، بيلفه على بيشيله على ظهره، بيبقى عباره عن صندوق واقف بالطول وصندوق بالعرض. انا دخلت على النت كتير وقعدت اتفرج على التكنيك المعمول بيها، وكان بتتعمل بنوته موسيقيه. اليونانيين والايطاليين هم اللي كانوا بيعملوا النوته الموسيقيه دي، بتبقى عباره عن رول ورق في ثقوب معينه، لما بيلف بالمنافله بتاعه البيانولا بيبدا الهواء بيمر بالثقوب دي فبيعمل نوته موسيقيه. بس طبعا بنشوف البيانولا دايما في الافلام الابيض والاسود، بنشوفها في شكوكو طبعا من ضمن افلامه كان دايما بيطلع بالبيانولا، وبنشوف البيانولا لحد دلوقتي بره مصر. فانا يعني ربنا يخليها جوه مصر، ما بقتش موجوده. هي اندثرت يعني لما كانوا موجودين في مصر هم اللي كانوا بيصمموا النوت الموسيقيه دي. طبعا لما اختفوا من مصر ما بقوش موجودين، فالبيانولا كلها اختفت كمان. نانسي، ايه الاعمال يعني؟ احنا شفنا التيشيرتس المشغول عليها او موجود عليها صور الفنانين، عايز اعرف كمان ايه الازياء الثانيه اللي بتشتغلي عليها. هي فكره الازياء جت لما احنا لقينا ان في فتره في الاخيره دي بقى الناس بتحب تتصور كتير باللبس التراثي، بس لقينا دخل على الموضوع لبس هندي. يعني الناس بتحب تتصور بلبس هندي، دي حاجه يعني مختلفه عاديه، لكن لما ننسبها انها تراث مصر لا، ده في حاجات اجمل كتير عندنا بس ما حدش يعرفها. يعني في مثلا احنا حاولنا نوفر شويه ازياء من كل محافظه علشان نوريها للناس، مش بس يشوفوها لا، يمارسوها، يجربوا ان هم يلبسوها، نعرفهم دي كانت بتتلبس مثلا في محافظه ايه، ده زي التقليدي بتاع الست دي بتلبسه لغايه دلوقتي او اندثر ما بقاش موجود. يعني مش كلها بس ما بين المودرن والتراث. لا احنا بنجيب فعلا ازياء تراثيه، يعني جبنا زي الفلاحي وجبنا كمان مكملات والديكوريشن بتاعته، وحتى البلاص والمشنه ان هم بيصوروا بيها. جبنا الحلي الكردان الهلالات الفلاحي والحلق المخرطه ان هم يتصوروا بيه ويلبسوه ويجربوا نفسهم وشكلهم، يشوفوا الناس كانت زمان بتلبس ايه. جبنا برده زي النوبي اللي هو الجرجار، ده موجود لغايه دلوقتي في النوبه، السيدات بتلبسه هناك، الناس كانت اول مره تشوفه ما تعرفش هو ايه ده او يعني بيتلبس او اسمه ايه، كان اسمه حتى غريب عليهم، فهو اتسمى الجرجار لان هو بيبقى طويل وبيتجرجر في الارض. في ازياء طبعا ما قدرناش نتوفر احنا نجيبها، بس بقينا نشرحها للناس ونوريهم بوسترز وصور ليها، زي سينا وسيوا، في حاجات كتير قوي. يعني دول يمكن اللي اسهل تلاقوهم دلوقتي، مش العكس. موجود، لا في جمعيات متوفره انها بتجيبهم. كمان منار، شايفه مين جمهوركم فعلا؟ مين اكتر ناس انتوا بتحبوهم؟ هو بصراحه يعني الحمد لله شباب وناس يعني من الجيل القديم، اعمال مختلفه. لان الشباب عايز يعرف اكتر عن تراثه وشايف ان دي حاجات جديده بالنسبه له. بالنسبه للجيل القديم يعني بيبقى زي ما تقولي كده بيحن لزمن فات، فبيبتدي برضو يتواصل معانا. البيانولا ده كان كذا وكذا، صندوق الدنيا كان بيجي لنا المدارس وكنا بنشوفه وبنتفرج فيه على الحكايات ويعني. فالجمهور الحمد لله. والاقبال عامل ايه عنده؟ الحمد لله يعني، الحمد لله. طب الناس حابه اكتر المشغولات وحابه الحاجات اللي هي بتحتفظ بيها، يعني ما تلاقيها عندكم تشتريها تبقى موجوده معاهم، ولا حابه القصص وحابه الاكسبيرينس نفسه، الخبره؟ يعني هو الحمد لله الاثنين برضو، يعني بيلاقوا في الـ في الـ في, الـ في الورش اللي بنعملها بيلاقوا فيها حاجات فعلا يعني مبهره، زي صندوق الدنيا البيانولا بيتصوروا معاها درب الودع، بتبقى حاجات بالنسبه لهم يعني زي مفاجآت كده. وبالنسبه برضو للمنتجات يعني حابينها، يعني حابين احنا نرجع خصوصا التيشيرتس دي. التيشيرتس جرمين، احنا خلاص اتكلمنا ان في ورش وانتوا بتعرضوا على الناس او الجمهور اللي بتستقطبوه بتعرضوا عليهم اعمالكم، هل انتوا كمان بتدربوا؟ لا يعني بتدربوا على الاعمال اليدويه، بتدربوا على الازياء والحاجات دي، ولا بس بتعرضوا؟ لا احنا لغايه دلوقتي ما عملناش الفكره دي، بس احنا قريب جدا هننزل في حضانات للسن الصغير خالص وهنبدا نعلمهم يعني ايه تراث، يعني ايه، بس في شكل برضو فرفان. مثلا عيد الام قرب مننا، اللي هو السبوع كانت حاجه منتشره جدا زمان وبدات برضو تندثر دلوقتي، فاحنا هنعمل فقره سبوع لحضانه بمناسبه عيد الام، يحتفلوا بعيد الام. لكن فكره ان احنا نعلم حاجات يدويه لسه ما دخلناش الفقره دي، بس هنعمل اكتيفيتي ثانيه يعني. اهدافكم ايه بقى الفتره الجايه؟ هدفنا ان احنا يعني نتعرف اكتر والناس كلها تعرفنا. الفكره بتاعتنا قايمه على احياء التراث، عايزين الناس تتمسك شويه بهويتها اكتر، يعني في مصر في حاجات حلوه كتير واماكن كتير ناس كتير ما تعرفهاش. هدفنا الناس توصل لنا وتدعمنا في نفس الوقت.
حابين ناس تانية تنضم لكم ولا حابين ان هي تكون مبادرتكم انتوا؟ لا لو في حد هيضيف لينا ما يعني حابين طبعا اكيد طبعا حد هيفيد يعني هيضيف للفكره بتاعتنا يكون طبعا يعني شيء مشرف لينا. طبعا جرمين زي ما يعني كنا بنقول في الاول في ناس كتيره جدا مصريين كتيره جدا ما يعرفوش حاجات ومعلومات وحاجات كتير قوي عن ثقافتنا وعن تراثنا، لكن كمان خارج مصر نفس الشيء يمكن واصل لهم زي ما قلنا في الاول على طول لما بنتكلم على مصر بنتكلم على الفراعنه، بنتكلم على قدماء المصريين وبنتكلم على الحضاره الفرعونيه، لكن الحضارات الثانيه كتير قوي اللي مرت على مصر يمكن ما يعرفوش عنها تفاصيل كتير. فكرتوا ان انتوا تسافروا وتعرضوا صندوق الدنيا بره؟ صندوق الدنيا ده بيتعلم من كل حاجه، ده اللي بنتمناه هو الصندوق يلف العالم كله يعني. هتعملوا ده تسافروا بالبيانولا وهتسافروا بال يعني والله دي حاجه برده محطوطه يعني في مبادئ الفكره نفسها، بس طبعا زي ما انت عارفه دي بتحتاج وقت ومجهود وتكاليف، فاحنا لسه كبدايه يعني بنحاول ان احنا يعني ان ده كله مجهود لسه في الاول، فبنحاول ان احنا بس حتى في المحيط اللي احنا فيه ان احنا الناس تعرفنا. برده ممكن نلف المحافظات مش بس بره، يعني في ناس محافظات كتير ما تعرفش عن المحافظات الثانيه حاجه، يعني في ناس في مثلا تقاليد هنا مختلفه عن تقاليد ثانيه، في فنون مختلفه عن محافظه ثانيه، فاحنا برده ان احنا نلف كل محافظه نعرف نربط المصريين كمان ببعض، لان مصر مش القاهره بس يعني هي التراث ده في المحافظه كلها من القاهره لاسوان. كل محافظه ليها تراثها وليها الفن الخاص بيها فعلا ناس كتيره جدا ما تعرفوش. يمكن لما بتبقى في صدفه وتكوني موجوده في محافظه من المحافظات بيتعرض عليكي احيانا بعض الفنون هناك. اخر سؤال طبعا النهارده ما ينفعش اعدي من غيره بقى، الدعم المادي بيجي منين؟ ده مجهود ذاتي تمويل ذاتي احنا اسسنا الفكره وبنساعد بعض وبندعم بعض، يعني عملنا كميزانيه صغيره كده بدانا بيها والحمد لله يعني عملنا ايفنتس في بيت السناري وفي الرابع في المعز والحمد لله يعني الناس تحب الفكره، وبنحاول بقى ندور على اماكن تانية طبعا ثقافيه وفي معارض كتيره دلوقتي كمان بقت موجوده على مستوى المحافظات حتى مش في القاهره فقط. مشاركين الشهر الجاي في مهرجان النخيل ده هيبقى في بيت السناري ان شاء الله في 19 و20 مارس، هتبقى فريق فولك مصر موجود فيه منتجات وفي ورش فنيه هتتعمل للاطفال عن منتجات النخيل وفي داتا بتتجمع برضو عن داتا النخيل. بتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق، لان عموما كل الشباب اللي بتحاول ان هي تحافظ على التراث المصري وعلى الهويه المصريه انتوا فعلا بتعملوا مجهود مهم جدا، ويعني على الاقل المجهود بقى مقسوم ما بينكم ما بين الدوله. فيعني بشكركم ولوجودكم كمان معايا النهارده نانسي عبد العظيم ومنار حسن وجرمين جورج، نورتوني النهارده في نهارك سعيد. جامعة عين شمس أقامت مؤتمرها السنوي تحت عنوان مؤتمر الشباب وصناعة المستقبل، وركز على تشجيع الشباب على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم اللي مبنية على رؤية علمية. هنشوف المؤتمر نرجع مرة تانية نهارك سعيد.